رقم واحد، لو اي حد بيوجهك اوعى تسمع التوجيه المباشر بتاعه وتروح تنفذه فورا، فكر فيه قبل ما تاخد الخطوة، لان لو رحت نفذته وكان الشخص ده من جوه نية ان هو بيأمرك في الشيء ده يشوف ضعفك فيه وعملته، مش هيحترمك مدى الحياة. تاني حاجة، لو انت بتتكلم والشخص ده قطعك وكمل هو كلامه وهو قصده ان هو يقطعك ويكمل هو علشان ما يعملكش اي اعتبار، قول له بعد اذنك انا كنت بتكلم اخلص كلامه وبعد كده اتكلم. رقم ثلاثة، مهم جدا جدا انك تستمع للشخص اللي قدامك كويس في اللي هو بيقوله. لو حسيت ان كلمة فلتت منه بتقل من كرامتك، قول له ستوب، الكلمة دي تقصد بيها ايه؟ معناها ايه؟ ما فوتهاش هو مش هيفوت اي حاجة، وهيعمل لك شخصية وهيعمل لك كاريزما داخل نفسه، ولازم الناس تحترمك زي ما انت بتحترم الناس. الحاجات دي لو عملتها هتخلي اي شخص يعجب بيك بمنتهى البساطة، ولكن لازم تطبقها بالشكل السليم زي ما هقولك عليها بالظبط. اول حاجة من الحاجات دي، اوعى تسعى انك ترضي حد على حساب نفسك، لان الحاجة اللي بترضيه مش شرط ترضيك انت. يعني لو انت مثلا بتعمل حاجة علشان ترضي فلان، علشان يرضى عنك او علشان يعجب بيك، للأسف الناس ما بتقدرش الجانب ده. الناس بتقول ان انت اقل منهم مستوى، اقل منهم قيمة. صدقني الكلام اللي انا بقولك عليه ده عن تجربة شخصية، وانت اكيد مريت بهذه الامور. لو حاولت ارضاء الشخص ده يحس انك اقل منه قيمة مع الاسف، او يحس ان انت بترغب منه شيء معين، او يشك فيك في جانب معين، او يقول ان انت بتبحث عن المصلحة، لكن هو ما يعرفش انك بتعمل ده علشان تنول اعجابه بيك. اول حاجة لازم تعملها، او لو كنت بتعملها تخلص منها، انك تحاول ترضي الشخص ده بحاجة انت لا ترغبها. يعني ما تروحش تتجمل وتتزين في شيء او تعمل شيء انت اصلا ما بتحبش تعمله علشان ترضي فلان، الا اذا بقى كانت مرة او اتنين، لكن مش على طول تحاول ارضاء الاخرين على حساب نفسك. الحاجة اللي ما بعرفش اعملها، الحاجة اللي ما بتعجبنيش، مش هعملها علشان تعجبك. اعجبت بيا ما اعجبتش بيا، ده لنفسك انت، وانت الخسران لو ما اعجبتش بيا. ده مبدأ، ده ثقة، ده اكتفاء. ما تعملش حاجة انت مش عاوز تعملها لاجل حد. الا لما اقولك لما حد يتعامل معاك باسلوب بارد، وشخص مش عايز يسكت وبيتكلم معاك، دايما يقولك كلام يهينك، دايما يستهزئ بيك، وعاوز توقف الشخص ده عند حده. شخص قوي جدا، سلطة، قوي في العمل بتاعك، شخص مسيطر عليك، وانت مش عاوز ان الشخص ده يفرض سيطرته عليك، تعمل ايه؟ تنظر ليه نظرة القوة. جربها وطبقها، وانا هقولك النهاردة تطبقها ازاي، بس اسمع مني الكلام ده كويس قوي علشان الكلام ده هيفيدك. لو الشخص بينظر ليك نظرة مباشرة فيها سيطرة، او بيسلم عليك سلام مسيطر، او بيتكلم كلام فيه سيطرة، او بيهينك، او كل هذا الكلام، انظر ليه بين الحاجبين في هذه النقطة. بين الحاجبين دي نقطة التركيز بتاعته، فبالتالي عقله مش هيستوعب ان انت الشخص الضعيف اللي كان بيتواصل معاه منذ قليل، ان انت الشخص اللي كان بيهان ساكت على الاهانة، ان انت الشخص اللي كان في الماضي ما بيقدرش يرد ولا يقدر يتكلم ولا عنده ثقة بالنفس. لكن من النهاردة مدام نظرت ليه في هذه المنطقة نظرة مباشرة بدون اي مشاعر وبدون اي احاسيس منك، وبدون حتى ان تلفظ بكلمة واحدة، فقط خليه يتكلم وانظر ليه زي النظرة اللي انا باصصها ليك. الكاميرا اهي، تمام، دي عدسة الكاميرا، انا باصص فوق عدسة الكاميرا تقريبا بواحد سنتي. فالنظرة ديت، وكمان لو نزلت دقنك الى الاسفل، معناها انك بدأت تهدده بنظرة مباشرة، بدأت تهدده. تنظر إلى أعلى عينيه قليلا بين الحاجبين، سنتي واحد. في هذه النقطة أنت هنا بتسيطر عليه، هو لا واعيا مش هيعرف إيه اللي بيحصل، لكن هيعرف إن أنت عندك ثقة بالنفس، إن أنت عندك كاريزما عالية جدا وتستطيع التواصل معاه، إنك مش خايف منه، إنك مش أقل منه. في هذه الحالة معناها إنك بتستعيد ثقتك بنفسك لما تلاقي رد فعل الشخص اللي قدامك تجاه هذه النظرة، وهو مش عارف يحلل النظرة دي فيها عدائية، ولا النظرة دي فيها قوة، ولا النظرة دي فيها ثقة، هو مش هيعرف يحدد. أنت بس اللي عارف كويس أوي أنت بتعمل إيه، بتعمل إيه في نفسيته. خليك قوي جدا وانظر هذه النظرة وجربها، مش هتخسر حاجة. انزل جرب النهاردة مع اصدقائك القريبين منك، بس ما تهددش، ما تنزلش بدقنك الى الاسفل، خليك بشكل طبيعي جدا. لكن اللي بيهددك او اللي بيهينك او اللي بيحاول يكسرك، نزل دقنك الى الاسفل وانظر بين الحاجبين عند هذا الشخص، هتلاقي تغيير رهيب جدا في ثقتك بنفسك وتعامل هذا الشخص معاك، وهيعمل لك الف حساب بعد كده هو بيتعامل معاك وانت بتنظر ليه هذه النظرة.